السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك بلادي. حقيقة تعافي عمر السومة ومشاركته المفاجئة في مباراة الأهلي والشباب بالدوري السعودي. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. استعاد فريق نادي أهلي جدة لاعبه السوري عمر السومة قبل مباراة الشباب والمقرر لها مساء غد الجمعة الساعة 8:15 مساء بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن عمر السومة بات جاهزا لقيادة هجوم الأهلي أمام الشباب في مباراة الجمعة، مما قد يبشر بمشاركة العكيد عمر السومة غدا في مباراة الأهلي السعودية والشباب بالدوري السعودي. ولكن من وجهة نظري لبعض الوقت على سبيل التجربة، يذكر أن عمر السومة كان قد غاب عن مواجهات الأهلي الأخيرة منذ أن تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال في نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية. كما يعد عمر السومة واحدا من أهم عناصر الأهلي، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه برصيد 16 هدف، كما أن عمر السومة في المركز الرابع من قائمة هدافي الدوري السعودي خلف المغربي عبد الرازق حمد الله والفرنسي بافاتن بيجوميز والكاميروني ليندر توامبا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.